السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء في الصف السادس. أتمنى أن تكونوا جميعكم بصحة جيدة في هذا الحجر الصحي، وأن تكونوا بخير أنتم وعائلتكم إن شاء الله. أتمنى من الله وأدعو الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير، وتكونوا جميعا سالمين غانمين. اليوم إن شاء الله سنكمل دروس الوحدة، سنأخذ درس الكتابة، كتابة كلمة 100، وأيضا سنأخذ التعبير ومختارات لغوية، نقرأ القصة التي ذكرت في المختارات اللغوية. في البداية سنراجع ما أخذناه في الحصة السابقة، درس الفعل الصحيح والفعل المعتاد. قلنا أن حروف العلة هي الألف والواو والياء، وقلنا أن الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، أي الكلمة إذا كانت بها أحد حروف العلة الألف أو الواو أو الياء فيسمى فعلا معتلا. أما الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، أي الفعل إذا جاء خاليا من حرف الألف أو الواو أو الياء فنسميه فعلا صحيحا. وقلنا أن الفعل المعتل خمسة أنواع: النوع الأول المثال، وهو ما كان أوله حرف علة مثل وقفة، أي بدأت بالفعل، بدأ بالفعل حرف علة. النوع الثاني الأجوف، وهو ما كان وسطه حرف علة مثل كلمة قال، جاءت حرف الألف في وسط الكلمة وهي من حروف العلة فنسمي الفعل فعل معتل أجوف. النوع الثالث الفعل المعتل الناقص، وهو ما كان آخره حرف علة في الكلمة مشى، فقلنا أن الكلمة مشى فيها في نهاية الكلمة ألف وهذه الألف من حروف العلة فنسمي الفعل فعل معتل ناقص. وفعل اللفيف المفروق، هو الفعل الذي به حرفان من حروف العلة، ولكن هؤلاء الحرفان هذين عفوا الحرفين يفصل بينهما حرف، أي لا يكونان وراء بعضهما فنسميهما لفيف مفروق. أما اللفيف المقرون ما كان به حرفا علة متصلان مثل لوى، حرف الواو والألف جاء وراء بعضهما هما حرفا علة فنسمي الفعل فعل معتل لفيف مقرون. إذن فرقنا بين الفعل المعتل والفعل الصحيح، وقلنا الفعل المعتل ما كان أحد حروفه الأصلية حروف علة، أي الفعل به حرف علة أحد حروف العلة ألف أو الواو أو الياء. أما الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. الآن نبدأ بدرسنا الجديد وهو كتابة كلمة 100. اقرأ ما يأتي: قرأ زيد قرابة 100 كتاب و100 قصة، استعداداً لالتحاقه بمسابقة أوائل المطالعين التي شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة. انظر إلى الكلمات التي تحتها خط كلمة 100 و100 و300، 300. وننظر كيف كتبت كلمة 100. انظر إلى كلمة 100، تجد في وسطها همزة، قبلها حرف مكسور، حرف الميم مكسور والهمزة مفتوحة. وتعلمت سابقا أن الهمزة المتوسطة تكتب على نبرة إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسورا، ولعلك لاحظت أنها كتبت بلا ألف أي كما لفظت سواء كانت مفردة أو مضافة إلى الأعداد. إذن كلمة 100 تكتب الهمزة فيه على نبرة ولا نضيف ألف إلى الكلمة، فلا نكتبها ماء، تكتب 100 بدون ألف وتكون الهمزة على نبرة، فما قبلها جاء مكسورا. 100 حرف الميم جاء مكسورا والكسرة أقوى من الفتحة فكتبت الهمزة على نبرة.
تمام. إذا عرفتم كيف نكتب كلمة مئة، تكتب الهمزة على نبرة ولا نضيف لها ألف، فهي لفظت كما لفظت كتبت. سننظر الآن إلى الأسئلة في الكتاب. السؤال الأول: املأ الفراغ فيما يأتي بالرقم 100 كتابة. ألف: في الحقل 100 شجرة. كلمة 100 كتبناها على نبرة في وسط الكلمة ولم تسبق بألف، كما لفظت كتبت. تضمنت الصحيفة 100 إعلان. قبض التاجر 100 دينار ثمن بضاعته. إذا هنا كلمة 100 في الثلاث أسئلة قد جاءت جميعها على نبرة ولم تسبق بألف، فنكتبها كما نلفظها دائما. هذه هي الكتابة الصحيحة لكلمة 100، تكتب على نبرة ولا تسبق بألف. السؤال الثاني: ضع كلمة 100 في ثلاث جمل من عندك واكتبها في دفترك. واحد: أنهيت خلال سنة قراءة 100 كتاب. هنا كتبنا كلمة 100 هنا 100 كتاب. اثنان: تصدق والدي ب100 ناقة. ثلاثة: قرأت 100 صفحة من القرآن. انظروا هنا إلى كتابة كلمة 100 كيف تكون. السؤال الثالث: حول الأرقام الآتية إلى حروف. وجدت في ديوان الشاعر 100 قصيدة. كتبناها هنا 100. ب: استثمر والدي في المشروع 900 دينار. هنا كيف كتبنا 900؟ هكذا 9 وكلمة 100 بجانبها مشبوكة ببعضها، لا نكتبها منفصلة. ج: في المعرض أكثر من 200 لوحة فنية عن آثار الأردن. 200، لم نكتبها 200 ولكن كتبت 200 بدون ألف وعلى نبرة. هذه الكتابة الصحيحة لكلمة 100 هكذا. الكلمات التي بالأحمر هي الكتابة الصحيحة لكلمة 100. حسناً، سننتقل الآن إلى التعبير. سنقرأ الفقرة ما بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة التي جاءت بعدها. الشمس هي الحياة. الشمس أقرب النجوم إلينا، ولكنها نجم من أصغر النجوم ومن أقلها ضياءً، وإنما هي تملأنا ضخامة وتملأنا ضياءً لقربها منا. واكتشف العلماء أن العناصر التي تتكون منها الشمس هي ذاتها العناصر المكونة للأرض. في نور الشمس يرى الإنسان وديان هذه الأرض وجبالها، ويرى مسارب الحياة وطرق العيش فيها، وهو في ضوئها يزرع ومن ضوئها يدفأ. حياة النهار والشمس طالعة حياة لكسب الرزق الحلال، وكسب الرزق الحلال درجة من درجات العبادة، يكسبه الإنسان حلالا لنفسه وأهله ومع الرزق الشكر. الإنسان لم يصعد إلى الشمس والشمس لم تهبط إليه فيمتحنها، ولكن هبطت أشعتها وتلقفها الإنسان، واستطاع من خلالها معرفة الكثير عن الشمس ومكوناتها وطرق الاستفادة منها. سأقوم بقراءتها مرة ثانية حتى تفهموا ما كتب في هذه القطعة. الشمس هي الحياة. الشمس أقرب النجوم إلينا، ولكنها نجم من أصغر النجوم ومن أقلها ضياء، وإنما هي تملأنا ضخامة وتملأنا ضياء
لقربها منا. واكتشف العلماء أن العناصر التي تتكون منها الشمس هي ذاتها العناصر المكونة للأرض. في نور الشمس يرى الإنسان وديان هذه الأرض وجبالها، ويرى مسارب الحياة وطرق العيش فيها، وهو في ضوئها يزرع ومن ضوئها يدفع. حياة النهار والشمس طالعة حياة لكسب الرزق الحلال، وكسب الرزق الحلال درجة من درجات العبادة يكسبه الإنسان حلالا لنفسه وأهله، ومع الرزق الشكر. فالإنسان لم يصعد إلى الشمس، والشمس لم تهبط إليه فيمتحنها، ولكن هبطت أشعتها وتلقفها الإنسان، واستطاع من خلالها معرفة الكثير عن الشمس ومكوناتها وطرق الاستفادة منها. إذن في هذه القطعة يتحدث الكاتب الدكتور أحمد زكي عن الشمس، ويقول بأنها أصغر النجوم على في الكون. الكون كبير جدا، ولم يكتشف بعد الإنسان كل ما يحتوي هذا الكون وكل ما فيه، فهو الكون واسع جدا وكبير. فيقول أن في المجرة نجوم كثيرة، والنجوم هذه أكبر من الشمس وأقلها ضياء، يعني رغم أشعة الشمس الحارة التي نشعر بها، ولكن هناك نجوم أخرى في المجرة وفي الفضاء أكثر ضياء وأكثر حرارة من الشمس، وأكثر ضخامة أيضا. واكتشف العلماء أن الشمس تكون من نفس العناصر المكونة للأرض، أي نفس العناصر الموجودة هنا على الأرض هي نفسها المكونة للشمس. فمن خلال الشمس نستطيع أن نرى كل شيء على هذه الأرض. تعرفون أن النهار تسقط فيه أشعة الشمس على الأرض، فنستطيع من خلالها رؤية كل شيء. وعندما يذهب الشمس يأتي الليل، فيصبح الدنيا ظلاما ولا نستطيع رؤية أي شيء. فمن خلال أشعة الشمس يستطيع الإنسان أن يرى الوديان والأرض والجبال ومسارب الحياة، ويستطيع أن يعيش عيشا كريما، فهو من ضوئها يزرع ومن ضوئها يدفع. قلنا أن الشمس والطاقة الشمسية لها استخدامات كثيرة في حياتنا ومهمة جدا في حياتنا. طيب، حياة النهار والشمس طالعة. من الطبيعي عندما يأتي النهار تشرق الشمس، وبالتالي عندما تشرق الشمس فإنه يبدأ يوم جديد، وذلك يعني أن الناس تقوم بأعمالها وكسب رزقها الحلال، والذهاب للعمل هو درجة من درجات العبادة. حسناً، ويقول أيضاً أن الإنسان لم يصعد إلى الشمس، والشمس لم تأتي إلى الأرض، هي فقط ترسل أشعتها إلينا، ومن خلال الأشعة استطعنا استكشاف الكثير عن الشمس ومكوناتها وكيفية الاستفادة من أشعة الشمس في حياتنا البشرية. اقرأ النص السابق قراءة جهرية معبرة ثم شارك في إجابة الأسئلة. ألف، مما يتكون النص؟ نلاحظ أن هذا النص مكون من عدد من الفقرات، إذن القطعة هذه مكونة من فقرات. فمثلا من عند كلمة الشمس أقرب إلى كلمة الأرض للأرض، هذه فقرة. وأيضا في نور الشمس إلى يدفع، هذه فقرة. ومن حياة النهار إلى الشكر، هذه فقرة. الإنسان لم يصعد إلى طرق الاستفادة منها، هذه أيضا تسمى فقرة. إذن هذا المقال يتكون من عدة فقرات. طيب، مما تتكون الفقرة؟ بالتأكيد إن الفقرة تتكون من عدة جمل مترابطة. إذن هذه الفقرات، كل فقرة تتحدث عن فكرة معينة وبها
عدد من الجمل المترابطة التي تتحدث بنفس الموضوع، أي لا تجد أن الفقر الواحد تتكون مثلا من عدة جمل ليس لهم علاقة ببعض. خطأ، فالجمل في الفقرة الواحدة لها نفس العلاقة وجميعها تتحدث عن موضوع واحد. جيم، كم فقرة في النص؟ قلنا هناك فقرة، مثلا ثلاثة، أربعة، أربع فقرات في النص. دال، ما جملة الفكرة الرئيسية في الفقرة الأولى؟ دال، ما جملة الفكرة الرئيسية في الفقرة الأولى؟ الجملة الرئيسية في الفقرة الأولى هي: الشمس أقرب النجوم ولكنها نجم من أصغر النجوم. هذه جملة الفكرة الرئيسية لأول فقرة. ها، حاول بمساعدة معلمك أن تتعرف إلى جملة الفكرة الرئيسية في كل من الفقرتين الثانية والثالثة. طيب، نعود إلى الفقرتين الثانية والثالثة. نقول أن جملة الفكرة الرئيسية هي أن الشمس هي نور لهذه الدنيا، فمنها يرى الإنسان كل شيء على هذه الأرض. أما الفقرة الثالثة، أن حياة النهار والشمس طالعة حياة لكسب الرزق الحلال. بما بدأت كل فقرة من الفقرات السابقة وبما انتهت؟ بدأت الفقرة بفراغ مقداره كلمة وانتهت بنقطة. نلاحظ أن الفقرات ابتدأت بفراغ في البداية. ترين هنا ليس كهنا، الجملة هذه ليس كهذه الجملة. بداية الفقرة نترك فراغ، ثم بعد ذلك نبدأ بكلمة وتنتهي بنقطة، كما في هذه الفقرة وهذه الفقرة وهذه الفقرة وهذه أيضا. إذا تنتهي بنقاط وتبدأ بكلمة، وعفوا فراغ مقداره كلمة. السؤال الثاني، استعن بالتراكيب والجمل الآتية لتكون فقرة مترابطة. ألف، أشعة الشمس تمدنا بالحرارة والشعور بالدفء. باء، التعرض باعتدال إلى أشعة الشمس يساعد في تحسين نشاط الجسم بوجه عام ويزيد مقدار تحمله للضغوط اليومية. باء، وتدخل البهجة إلى نفوسنا. دال، يقضي الكثير من الناس وقتا طويلا داخل بيوتهم تحت الأضواء والأشعة الاصطناعية. ها، ويؤثر سلبا في ميولهم ونفسيتهم. واو، دلت الدراسات على أن هذا الوضع يسهم في ارتفاع حوادث الإصابة بالزكام وضربات الشمس القاتلة، كما يؤثر في مستوى إنجازهم للعمل. نريد ترتيب هذه الجمل حتى تصبح فقرة مترابطة. الجملة ألف، عفوا، الجملة دال، يقضي الكثير من الناس وقتا طويلا داخل بيوتهم تحت الأضواء والأشعة الاصطناعية، هي الجملة رقم واحد. الجملة دال هي رقم واحد. رقم اثنين، واو، دلت الدراسات على أن هذا الوضع يسهم في ارتفاع حوادث الإصابة بالزكام وضربات الشمس القاتلة، كما يؤثر في مستوى إنجازهم العمل. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة، ويؤثر سلبا في ميولهم ونفسيتهم، وهي ها هنا. طيب، الجملة الرابعة هي باء، التعرض باعتدال إلى أشعة الشمس يساعد في تحسين نشاط الجسم بوجه عام ويزيد مقدار تحمله للضغوط اليومية. هذه الجملة الرابعة في الترتيب. الجملة باء هي الجملة الرابعة. الجملة الخامسة هي الجملة ألف، أشعة الشمس تمدنا بالحرارة والشعور بالدفء. هذه ترتيبها الخامسة. الجملة جيم ترتيبها ستة، وتدخل البهجة إلى نفوسنا. إذا ترتيب الجملة دال واحد، واو اثنين، هاء ثلاثة، باء أربعة، ألف خمسة، جيم ستة.
هذه هي ترتيب الجمل لتكوين فقرة مترابطة. سننتقل إلى آخر شيء في الوحدة، وهي مختارات من لغتنا الجميلة. أشكو وجعاً في معدتي. نزل أشعب عند صديق له فقدم له 4 أرغفة وذهب ليأتيه باللحم، ولما رجع وجد أنه أكل الأرغفة 4 كلها، فعاد ليأتيه بالخبز فوجده قد أكل اللحم. ولما هم أشعب بالرحيل سأله صديقه: إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب أشعب: إلى الشام. قال الصديق: ولماذا؟ قال أشعب: بلغني أن ثمة طبيبا حاذقا، وأنا منذ وقت قليل أشكو وجعا في معدتي. فقال له صديقه: إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك إلينا. إذن هذه من الطرائف والنوادر عند العرب. أي يقول أنه هناك رجل مشهور قديما في قصص العرب قديما اسمه أشعب، وذهب عند صديق له، فقام الصديق بتقديم الطعام لأشعب. ففي البداية أحضر له 4 أرغفة ووضعهم على الطاولة وذهب ليحضر اللحم، ولما رجع الصديق وعاد وجد أن أشعب قد أكل الأرغفة كلها، فعاد. ثم بعد ذلك عاد الصديق ليحضر لصديقه اللحم، عفوا الخبز، فوجد أشعب قد أكل اللحم أيضا. ولما قام أشعب وأراد الرحيل سأله صديقه: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال له أشعب: سأذهب إلى الشام. فسأله صديقه: لماذا؟ فقال أن هناك طبيب جيد وهو يشكو من بطنه أو معدته منذ فترة. فقال له صديقه: إذا ذهبت وقمت بعلاج معدتك فلا ترجع إلينا ولا تعود. أي أنه معنى القصة أنه أنت عندك وجع في معدتك وبطنك وتأكل كل هذا الأكل، فما بالك عندما يصلح هذه المعدة وتصبح جيدة ومعافى، فإنه سيأكلنا جميعا. هذا هو درسنا اليوم طلاب الأعزاء. قمنا بمراجعة الفعل الصحيح والفعل المعتل، وأخذنا الكتابة، كيفية كتابة كلمة 100، ومواضيع التعبير، وكيف تكون الفقرات مكتوبة في مواضيع التعبير. إن شاء الله أراكم الأسبوع المقبل في خير وسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.